كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه؟ كلشي بخير؟ تنتمنى تكون اموركم بخير على خير. نتوما تتفرجوا في هذا الفيديو هذا. المهم شاده بورطابلي غادي يدي، مازال ما صايبتوش داكشي علاش يتحرك. المهم هذا الروتين هذا مسائي، ماشي شي روتين، عشاء خفيف قلت غنشاركو معاكم. كنت خارجه اليوم لحد مخرجين الدراري خرجنا، المهم قلت غنصايب العشاء علاش ما نشاركوش معاكم ان شاء الله. انا شتوني باقا بحوايجي مازال ما ملصتهمش، اليوم لابسه سبور المهم تنبغي نخرج مع الدراري، خصني ضروري نكون بحال هكا مرتاحه. المهم تخديت شي حاجه، انا غرض هذا بالثلاجة الثلاجه، يعني راه باقيين ديال الغدا مغسولين ودرتهم ينشفوا. دابا غندوز الغدا وهانتم سمحوا لي، غندوز العشاء وهانتم معايا. صافي البنات، هنا عندي الحوت هنا. المهم باش نبين لكم، هنا عندي الرايه وعندي الصول وكاينه البواجو. المهم خلطت هكا فريتور هكا هو اللي غنصايب. هذا كنا درناه الغدا الساعه ما فقناش بكري وفطرنا معطلين، قال لنا صافي ملي فطرنا ما بغاوش ياكلوا مازال، خرجنا داروا غير الكوتي صافي. دابا المهم انا غنصايب معكم. اللي باش بغيت نشارك معكم اليوم العشاء، اللي مولفين حنا ديما مولفين تنديروا الرايه مقليه. اليوم غنشاركها معكم، غنديرها في الفران، ما بغيتش ندير زيت في خطره، انتم عارفين ملي تنحيد الزيت تنيفيطيه، ما تنبغيش بزاف يكون شي حاجه مقليه. المهم غنديرها اليوم في الفران، داكشي علاش شاركت معكم بحال هكا. وغندوزو دابا غنخويها كامل هادشي كامل في هاد الجبنه هادي، وغنبقى ندير العطريه بحال هكا. غندير شويه الملح كيف ما عارفين راه الحوت تيكون مالح. انا ما غنديرش الربيع، لاصوص ديال الربيع ما غنديروش، عندي الثومه بودره واحد شويه هكا، شرموله ديال الحوت وصافي هكا. التحميره، زعفران بحال هكا، شوفوا الكمون فين جا، ها هو الكمون. شويه زيت العود كما ديما، شويه ماشي بزاف. المهم غنحرك هادشي كامل، نخلطهم بحال هكا صافي البنات. هذا هو الحوت ديالي درتو بهذه الطريقه هذه، وانا غنرجعه معكم هنا. خديت هاد المقله ديال الفران باش غنكب فيها شويه ديال الزيت غير باش ما يلصقش ليا الحوت، وصافي شويه ماشي بزاف غير شويه. وندير ليه هكا، ندير ليه بحال هكا مزيان حتى هذاك الزيت كامل صافي. ونستبدل دابا الحوت ديالي بحال هكا هكا، تنعرفو راه تناكلو شي حاجه صحيه، تنبعدو كاع من القليان والزيت الا كان مره ماشي مشكل، ولكن كل مره صعيب بزاف. يا بيني وبينكم الرايه راه تجي مقليه اللي تجي بزاف زوينه، ولكن كاع الحاجه الزوينه تتكون بزاف خايبه على الذات. صافي دابا انا ندخلو الفران وانتم معايا. صافي البنات، هنا ديجا كنت موجده الباربه سلقتها ووجدتها باش ملي نرجع ما يكونش صعيب عليا داكشي اللي غنصايب. هنا غسلت الخس ومطيشه والخيار، غندير واحد شلاطه صافي، غنضربها بالمعدنوس داكشي خفيف ظريف دغيا دغيا. صافي نكمل وهانتوما معايا. صافي ساليت الباربا، دابا غادي ندير العطريه عاديه، شويه الملح وزيت العود. صافي والحامض، شويه ديال الحامض صافي. صافي البنات، هذه هي الشلايضه ديالنا دابا اللي غنصايب. حاولت يكون واحد العشاء اللي هو خفيف وصحي، ما يكونش
كوش تقيل وشي حاجه بالزيت. شي علاش قلت غنشارك معكم اليوم هاد الشليضه وهاد العشاء هذا غادي نقربها. صافي البنات درت الضربه بحال هكا وانا تنفينيها بحال هكا بالخيار ومطيشه غير زواق عادي وصافي باش وليداتنا تيبغيوهم تياكلوا شلاضه وانا نبغيهم ياكلوا لي الضربه حيت الضربه شي حاجه زوينه بزاف. المهم شي حاجه عاديه هكا. عندي المعدنوس انا تاع نكثر في المعدنوس كيما قلت لكم اي حاجه فيها فوائد زوينه وتتكون صحيه انا صافي المهم فتعجبني وخصني نكثر منها. البنات هنا كانت عندي شويه البقوله خرجتها الصباح حتى هي غنديرها مع هذا الحوت هذا. انتم تعرفوا البقوله والعدس تمشيو مع الحوت لحاجه زوينه. البنات ها هو الحوت ديالنا ها هو. انا ما بغيتش نخليه بزاف تيحمر حيت نتوما تعرفوا الحوت الابيض دغيا دغيا غيولي بحال هكا مذهب وتيجي زوين. البنات هذا هو العشاء ديالنا ديال اليوم. علاش حبيت نصور معكم واخا دغيا دغيا ما وريتكمش المراحل كاملين. ها هو الحوت كي تيجي والله تتحل فيه وتقولي راه مقلي تيجي زوين بزاف. قلت انك نهار اللي غتبغي تخرجي مع ولادك ولا عارفه راسك غتعطلي حاولي توجدي كلشي في خطره يعني توجدي كلشي قبل صافي يبقى لك غير شي حاجه اللي غطيبيها في الفران ولا غتقطعيها بحال شلاضه بحال هكا وداكشي دغيا دغيا. واحد العشاء اللي مزروب والله انا ما خداش معايا تقريبا شي 15 دقيقه ما كاملاش والله ما كامله دغيا دغيا صايب داكشي. وقلت نشارك معكم الرايه في الفران يعني ما نقلياش في الزيت. انا كما قلت لكم شحال هادي تنعرفوا الرايه تتكون غير مقليه ما تتكونش ما عرفتش ما عمري ما شفت واحد انا بعدا دايرها في الفران ولا كليتها في الفران ولكن بحال هذه الطريقه تجي زوينه بزاف. جربوها البنات وردوا عليا الخبر. هذا هو عشانا اليوم هي البقوله تتحمقني البقوله شويه الزيتون ضروري انا هاد الحوت يمشي معاه بحال هكا اما العدس ولا البقوله وهاد الشلاضه. المهم شي حاجه اللي هي صحيه نديروها لوليداتنا وعشاء صحي ما فيهش بزاف لا لدام ولا حاجه. البنات تنتمنى هاد الفيديو هذا يكون عجبكم وما نكونش ثقيله على قلبكم كما كنقول لكم ديما. شاركت معكم هاد العشيه ولا هي بسيطه انا وليداتي وراجلي وشكرا لكم بزاف على المتابعه وما تنساوش ديروا لي لايك وتصيفطوا لي كومونتيرات بزاف 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 وشكرا لكم والله يخطيكم.